منتصف ليل القاهرة، أهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة من عاصمة الخبر. أهلا بك ياسر. أهلا أميمة، أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. البداية دوما بأبرز العناوين. في لقاء خاص مع القاهرة الإخبارية، البرهان يرحب بأي مبادرة تعيد اللحمة الوطنية للشعب السوداني. في أحدث بياناته، الجيش السوداني يؤكد استقرار الموقف العملياتي في البلاد عدا بعض أجزاء العاصمة الخرطوم. مجموعة فاغنر تعلن وصول إمدادات الذخيرة من روسيا وتشير إلى احتدام المعارك في باخموت. بداية جولتنا الإخبارية مع تطورات الأوضاع في السودان. أوضاع سيئة جدا جدا، أوضاع رديئة جدا جدا، معاناة كثيرة من الموية، لا يوجد عندنا ماء تماما ولا يوجد عندنا كهرباء. وجه الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية رئيس مجلس السيادة السوداني الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولجميع الشعب المصري على ما قدموه من دعم للشعب السوداني. ورحب البرهان في تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية بأي مبادرة تعيد اللحمة الوطنية للشعب السوداني وتحقن دماء أبنائه. هذه فرصة طيبة أن احنا نتقدم بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكل حكومة وشعب مصر، هم ليسوا بغرباء عن السودانيين، وكرمهم واستقبالهم للسودانيين قديم. في كل محنة تصيب السودان هم أقرب ناس، هم دوما إلى جانب الشعب السوداني، احنا بنحييهم ونشكرهم، وهذا الأمر ليس بغريب عنهم وليس ببعيد منهم، لهم الشكر ولهم التقدير. هذا ونوجه عناية حضراتكم إلى أن القاهرة الإخبارية سوف تذيع الحوار الذي أجرته مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك في تمام الساعة 1 صباحا. أعلن الجيش السوداني في بيان له أن الموقف العملياتي مستقر في جميع ولايات السودان عدا بعض الاشتباكات مع مجموعات من الدعم السريع في بعض أجزاء من العاصمة الخرطوم. وقد أفاد بيان الجيش بأن قواته قد اشتبكت مع الدعم السريع في منطقة بحري ودمرت 4 ضربات مسلحة. وقال الجيش السوداني إن الدعم السريع لا يزال مستمرا في أعمال النهب بالنسبة للبنوك والمحال التجارية وسرقة ممتلكات المواطنين أيضا في أماكن تمركزاتها وسط الأحياء السكنية بالعاصمة. وأفاد بيان الجيش بأن القوات المسلحة ترصد تحركات لمجموعات الدعم السريع، كما تجدد أيضا الدعوة لعناصره بالكف عن التمادي في مؤامرة التمرد الفاشلة. إذن وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الخرطوم محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية. بعد التحية محمد، إذن في سياق هذا البيان من الجيش السوداني يتحدث بوضوح عن وجود بعض الاشتباكات في بعض المناطق في ولاية الخرطوم، وهو ما أكده الفريق البرهان في حديثه الخاص للقاهرة الإخبارية. أين تكمن هذه المواجهات في هذه المناطق داخل ولاية الخرطوم؟
المواجهات هي تنحصر في منطقة الخرطوم وسط وكذلك في منطقة الخرطوم الجنوب وتحديدا في منطقة جبرة وكذلك أيضا حافة الواقع في جنوب السودان. لكن الآن تمحور هذه المواجهات في منطقة جبرة حتى هذه الفترة نسمع صوت خاص في مواقع مختلفة في منطقة جبرة وكذلك أيضا هناك مواجهات في منطقة السوق العربي وتحديدا محيط القيادة العامة للجيش السوداني. كذلك أيضا هناك مواجهات بحجم شمود عيان في منطقة الخرطوم البحري، وكما تعلمون أن اليوم هو 24 من هذه الحرب التي شردت الكثير من المواطنين من العاصمة الخرطوم، وخصوصا وأنها حتى هذه اللحظات لم تتوقف على الرغم من الهدنة التي أعلنت، لكنها لم تجد استجابة من قبل الدعم السريع. وبالتالي حتى هذه اللحظات نشاهد هناك أصوات ونشاهد هناك تحريق للطائرات وكذلك نسمع أصوات للرصاص في مواقع مختلفة من العاصمة الخرطوم وتحديدا تتمحور هذه المواجهات في محيط القصر الجمهوري ومنطقة السوق العربي وكذلك حي الخرطوم جنوب، خاصة وأن هناك تسلل من قبل ميليشيا الدعم السريع في بعض الأحياء التي تقع في قلب الخرطوم. والملاحظ من المواجهات أن أكثر المناطق التهاما هي العاصمة الخرطوم مقارنة بمدن السودان، وخصوصا أن الخرطوم والخرطوم بحري شهدت مواجهات عنيفة، إلى جانب ذلك مدينة أم درمان التي هي يمكن شهدت مواجهات أقل من الخرطوم والخرطوم البحري. وبالتالي أيضا الملاحظ للأوضاع في السودان يلحظ أن هناك استقرار في الولايات السودانية، خصوصا وأن منذ أن بدأت الحرب قد تم السيطرة على المعسكرات والأماكن التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الدعم السريع. لكن الخرطوم هي الآن أضحت منطقة عمليات، حيث في كل يوم نتابع ونشاهد. طيب محمد، على ذكر الأماكن التي يتمركز فيها عدد كبير من ميليشيات الدعم السريع، الجيش السوداني يتحدث عن وجود هذه الميليشيات الآن وسط الأماكن السكنية والأحياء السكنية، بل إنهم ما زالوا مستمرين في مسألة السرقة والنهب للبنوك والمحال التجارية وحتى بيوت المواطنين. أين تتمركز هذه التجمعات لميليشيا الدعم السريع، وهل فعلا ما زالت هذه الأعمال، أعمال السرقة والنهب، مستمرة في هذه الأماكن؟ نعم، قوات الدعم السريع الآن تتمركز في وسط الخرطوم وكذلك في أحياء جنوب الخرطوم وأيضا في الشوارع الرئيسية للعاصمة الخرطوم وكذلك في الشوارع الرئيسية التي ترتبط بين الخرطوم والولايات. وأيضا المتابع لعمليات هذه القوات يجدها الآن تمارس أعمال نهب وسرقة في مواقع كثيرة واستراتيجية، والملاحظ أيضا عمليات هذه السرقة حتى البنوك والمراكز الكبيرة في الخرطوم لا تسلم من هذه المواجهات، وكذلك أيضا الأحياء حي الخرطوم جنوب معظمها الآن هناك مجموعات تتسلل داخل الأحياء في حي جبرة وفي حي الصحافة وفي حي العشرة، وعدد كبير من الأحياء تتسلل هذه المجموعات في تلك الأحياء وتقوم بعمليات السرقات والنهب وكذلك تعتدي على المواطنين. وأيضا في المواقع الاستراتيجية هناك استهداف واضح للمراكز التجارية الكبيرة كمول العفراء، وهو من أكبر وأقدم المولات في السودان. الآن شهد أعمال سرقات ونهب كبيرة، إضافة إلى أيضا مبنى تابع للشوارع الآن قد تمت مداهمته من قبل هذه الميليشيا الدعم السريع. وبالتالي الآن أعمال النهب والسرقات أيضا
واصالت اعداد كبيره في عدد من المواقع والمراكز التجاريه. طيب اشكرك شكرا جزيلا من الخرطوم محمد ابراهيم مراسل القاهره الاخباريه، ونبقى مع نافذه السودان مفتوحه، فينضم الينا من ام درمان عثمان الجندي مراسل القاهره الاخباريه. اذا عثمان، نتحدث عن اوضاع مستقره حسب بيان الجيش الاخير في معظم الولايات عدا بعض الاجزاء في الخرطوم، كيف تبدو الاوضاع في ام درمان حيث نحن نشهد من وقت الى اخر بعض الاشتباكات في هذه المنطقه؟ أم درمان منذ الأمس يوم الاثنين أم درمان لم تشهد أي معارك على الميدان، حتى المناطق التي كانت بها اشتباكات مثل منطقة الإذاعة والتلفزيون وشارع العرض منطقة ود البشير، إذا هذه المناطق لم تشهد أي اشتباكات عسكرية على الصعيد الميداني. أم درمان فقط يوم الاثنين يوم أمس كانت هناك تحليق مكثف للطيران، وهذا شيء اعتاد عليه الناس في أم درمان، أن يشاهد السماء يوميا تحلق بها الطائرات العسكرية المغاتلة وكذلك طائرات الاستطلاع أيضا تحلق في غالب التحليق. اليوم كان في الاتجاه الغربي لأم درمان، وهذا الاتجاه الغربي يأتي منه سند وإمداد للدعم السريع، لكن القوات المسلحة أوضحت كثير من بياناتها انها تراغب وترفض ذلك، ترفض حتى ترفض في ولايات مثل ولايه جنوب دارفور، او ومجرد وصول هذه القوات المسانده الى مشارف ام درمان يتم التعامل معها ويتم تشتيتها ويتم ضربها، لذلك حتى الان لم تدخل اي قوات منذ اكثر من 10 ايام، لم تدخل قوات من الاتجاه الاتجاه الغربي المجاور الى ام درمان، تم التعامل معها بالطيران العسكري، لكن ما زالت الطائرات تحلق في هذا الاتجاه. مساء الاثنين كانت تحلق بكثافه، لكن الان مع ساعات الصباح الاولى اي منتصف الليل الان في حتى الان ليس هناك اي تحليق للطيران، بل يعني يعني عثمان افهم انه تحليق من جانب الطيران الحربي السوداني، لكن لا وجود لعمليات يعني اشتباكات على الارض، هذا ما فهمته، إن كان ذلك صحيحا كيف انعكست هذه الساعات من الهدوء على حياة المواطنين؟ أتخيل أنه الناس في أم درمان وغيرها من المناطق يعني يحتاجون لهذه الساعات حتى وإن كانت قليلة، كيف تبدو الشوارع في هذه الساعات التي يمكن أن نقول تشهد هدنة نوعية؟ أم درمان أصلا يعني منذ أكثر من منذ عيد الفطر المبارك، أم درمان مناطق كثير جدا في أم درمان ليس هنالك معارك على الارض في مناطق كثيره من أم درمان، وكذلك في منطقه كيرري وهي رقعه جغرافيه كبيره جزء من أم درمان، الحياه طبيعيه جدا. اليوم امس انا كنت في جوله لعدد من المحلات التجاريه وكذلك على عدد من الاحياء السكنيه، حتى شاهدت الاطفال يلعبون باطمئنان كبير جدا، وحتى شاهدت بعض النسوه يعمل في بيع مأكولات، يعمل في بيع الشاي، هي موجودات في الطرق الرئيسية، حتى وجدت نسوة غريبين يعني يبيعن. يعني كنا في أيام سابقة عثمان حين تشير إلى هذه الجولات التي تقوم بها شخصيا لا تلحظ هذه الحركة هذا النشاط، لكن أنت رصدت عودة الحياة حتى ولو بشكل جزئي في يوم أمس. في مناطق في درمان الحياة ليس جزئية بل كاملة بالكامل، بالذات منطقة كيرري هي منطقة كما ذكرت لك بها أحياء سكنية كبيرة جدا، بها أحياء الثورات هذه 103 حارة. منطقة الإذاعة والتلفزيون في أم درمان كيف تبدو يعني منطقة الاشتباكات؟ هذا جاي بضيق جدا، منطقة الإذاعة والتلفزيون جاي بضيق صغير جدا، والهجمات يعني على محط الهجمات على محيط الإذاعة والتلفزيون، وحتى هنالك يعني حي الملازمين هو الذي يجاور الاذاعه والتلفزيون، يعني به سكان، اغلب السكان فعلا خرجوا لكن به بعض السكان موجودين، لكن اغلب الاحياء المناطق الاخرى هي مثلا جامعات، داخليات، طالبات، مؤسسات تعليم اساس او مؤسسات تعليم متوسط، يوجد كذلك متحف بيت الخليفه، وكذلك توجد قبه الامام المهدي في هذه المناطق، والغرب لها مستشفى ام درمان، لكن دائما المعارك تدور فقط في محيط الاذاعه، حتى ليس معارك مشاه
هي معارك قصف الطيران تتم مواجهته بالمضادات الأرضية. نعم. لذلك مناطق أم درمان ومناطق كبري يعني جزء كبير منها الحياة عادية وطبيعية حركة. حتى أنا شاهدت يعني شيء ملاحظ، بدأت بعض السلع تدخل على المحلات التجارية، شاهدت كمية من الدقيق كان هذا منقطع، الدقيق كان غير موجود في المحلات، شاهدت الدقيق وصل لبعض المحلات التجارية، أيضا شاهدت بعض المخابز وصلها الدقيق، أيضا شاهدت بعض السلع بدأت تدخل، شاهدت كمية كبيرة من البصل دخل إلى مناطق أنا تجولت فيها بنفسي، وكذلك هنالك وفرة كبيرة جدا في الخضروات بكافة، حتى يعني أزمانها مثلا يعني كيلو البطاطس من 1000 جنيه إلى 500 جنيه وكيلو الطماطم من 1000 نعم جنيه إلى إذن هذه شواهد جنيه حتى كلها يعني الفواكه حتى أسعار الفواكه انخفضت في أم درمان، الفواكه أيضا انخفضت انخفاض كبير في أم درمان يعني نعم. أشاهدها شواهد جيدة طبعا. أنا أشكرك يعني شكرا عثمان، أنا أشكرك شكرا جزيلا من أم درمان عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية لكل هذه الإيضاحات. سلم وزير الخارجية المصري سامح شكري رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس تشاد محمد إدريس دابية. وذكرت الخارجية المصرية أن رسالة تناولت سبل التنسيق والتشاور بشأن التطورات الجارية في السودان ودور تشاد ودول جوار السودان في دعم جهود وقف إطلاق النار والتعامل مع الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني. وأوضحت الخارجية المصرية أن شكري استعرض الجهود والاتصالات التي قامت بها مصر منذ بداية الأزمة على المستوى السياسي من خلال التواصل مع طرفي النزاع ومعالجة أسباب الخلاف عبر الحوار. قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن زيارته إلى دولة تشاد تأتي في إطار التنسيق مع دول جوار السودان. وأضاف للقاهرة الإخبارية أن هناك رؤية مشتركة لوقف الاقتتال بين طرفي الأزمة في السودان والعودة إلى الحوار. هو طبعا أهمية التنسيق والتشاور فيما بين دول الجوار وفي مقدمتها مصر وجنوب السودان وتشاد للعمل المشترك لاحتواء أزمة السودان. الدول الثلاثة تتأثر بالأوضاع في السودان سواء من ناحية الاستقرار، ولكن أيضا هناك علاقات خاصة تربط بين الدول الثلاثة والشعب السوداني الشقيق، ولا بد من رعاية مصالحه وإعفائه من الأضرار السلبية اللي تقع عليه من خلال الأعمال العسكرية. هناك رؤية مشتركة فيما يتعلق بأهمية وقف الاقتتال، العودة إلى الإطار الحوار حتى السياسي بعيدا عن الصراع العسكري، وأيضا مراعاة البعد الإنساني المرتبط بنزوح أعداد وفيرة من الأشقاء السودانيين إلى كل من مصر وتشاد وجنوب السودان. الاهتمام هو مبعثه الشعور بالمصير المشترك فيما بين الدول الثلاثة والسودان، العلاقات التاريخية اللي تربط بين الدول والشعوب، والإحساس بأن هذا المصير المشترك يقتضي دائما العمل الإيجابي لاحتواء الأزمات، للحفاظ على مؤسسات الدولة، لمنع انزلاق السودان إلى وضع مماثل لما شهدته المنطقة من اضطراب على مدى العقد الماضي، وإعفاء الشعب السوداني من التحديات المرتبطة لا قدر الله مثل هذه الظروف. ك
كما أشار وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى أن دول الجوار متأثرة بشكل مباشر بما يحدث في السودان. وقد أكد أيضا على الارتباط الوثيق بين دول الجوار وبين شعوبها. يعني بالتأكيد دول الجوار هي المتأثرة في المقام الأول، هناك طبعا أطر كثيرة تهتم بالشأن السوداني، ولكن لا يمكن أن نعتبر أي منها لها أولوية على دول الجوار التي تتأثر بشكل مباشر بشكل جوهري بشكل مؤثر على استقرارها وعلى مصالحها، بالإضافة إلى كما تحدثت الارتباط الوثيق والرباط القائم فيما بين الشعوب للدول الأربعة وما يتجاوزها لبقية دول الجوار. كما كشف الوزير سامح شكري عن أن مصر أجرت منذ بداية الأزمة مشاورات لاحتواء الأزمة في السودان من أجل تحقيق الاستقرار بالمنطقة. وقد شدد أيضا على ضرورة تركيز الجهود لمواجهة التحديات ودعم الجهود التنموية وحماية مقدرات الشعب السوداني. يعني منذ بداية الأزمة ونحن نجري اتصالات مكثفة سواء مع الأشقاء في السودان طرفي الصراع والمكونات السياسية الأخرى في السودان، مع الآليات الدولية سواء الإطار الثلاثي أو الإطار الرباعي، الدول ذات التأثير، الاتحاد الأوروبي والمفوضية الاتحاد، ونسعى من كل ذلك لاحتواء هذه الأزمة مراعاة لمصالح الشعب السوداني الشقيق ولتحقيق الاستقرار بالمنطقة. لدينا جميعا تحديات كثيرة يجب أن نركز جهودنا لمواجهتها، للعمل المشترك للاستفادة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية وتدعيم جهود التنموية. طبعا ما نراه من اقتتال وأعمال عسكرية كلها تهدر من مقدرات الشعب السوداني وتضع ضغوط كبيرة وتفاقم من التحديات والحلول المتوفرة. نحن لابد أن نعتمد على الآليات الخاصة بنا، هي الآليات الأكثر معرفة بطبيعة الأمور والأشخاص وما يكتنف هذه الأزمة من تعقيدات، ولذلك فلدينا أيضا القدرة على إن شاء الله التأثير الإيجابي لاحتواء الأزمة. علاقات أخوية وتاريخية بين مصر وتشاد، حيث اتسمت السياسة الخارجية المصرية بالتوازن في علاقتها الثنائية مع دول وسط إفريقيا وخاصة دولة تشاد، وحرصت جمهورية تشاد على الاحتفاظ بعلاقاتها مع جمهورية مصر العربية لدورها الريادي على الساحة الإفريقية ولطبيعة المصالح المشتركة التي تمتد لفترات طويلة بين البلدين. وفي إطار تمتين هذه الروابط الثنائية، استقبل رئيس الفترة الانتقالية لدولة تشاد محمد إدريس ديبي وزير الخارجية المصري سامح شكري والوفد المرافق له، حاملا معه رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل توحيد الرؤى لوقف القتال الدائر في السودان، والتي تتطلب تكثيف الجهود الإقليمية والدولية وبالأخص دول الجوار. وطرحت المقابلة كيفية دعم مسألة استقرار السودان والأزمة الإنسانية الراهنة التي تلقي بظلالها على أوضاع إقليمية هشة ومتوترة، خاصة وأن استمرارها له تبعات خطيرة على استقرار المنطقة بأكملها، فضلا عن المعاناة الكبيرة التي يمر بها الشعب السوداني نتيجة استمرار المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني والدعم السريع. كل هذه الأمور تقتضي تكثيف آليات التشاور والتنسيق بين دول الجوار الجغرافي للسودان باعتبارها الأكثر حرصا على استقرار وسلامة شعبه. وثمن الجانب التشادي على دور مصر في نزع فتيل الأزمة السودانية بعدم الانحياز لطرف على حساب الآخر، وأيضا عمليات الإجلاء المصرية المستمرة عبر حدودها مع السودان. وشكر الرئيس التشادي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على جهوده لطرح القضية على المستوى الإقليمي وأيضا بين دول الجوار. وزير الخارجية المصري عقب اجتماعه أكد على ديمومة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، موضحا
أن مصر تدعم تشاد في مرحلتها الانتقالية الحالية وتعمل على توطيد أواصر التعاون مع تشاد في مختلف المجالات التنموية. محمد جاد من العاصمة التشادية نجامينا، هنا القاهرة عاصمة الخبر. الآن نتحول إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. قال قائد مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية يفجيني بريغوجين، قال إن قواته قد بدأت في تلقي الذخيرة التي تحتاجها من موسكو لمواصلة التقدم في مدينة باخموت شرق أوكرانيا. وأوضح بريغوجين أن القتال العنيف لا يزال مستمرا في باخموت، وقال قائد مجموعة فاغنر إن وجود القوات الأوكرانية في باخموت محصور في منطقة تقارب مساحتها 2.5 كيلومتر مربع فقط. قال عمدة كييف إن الجيش الروسي قد نفذ أكبر هجوم على العاصمة منذ بداية الحرب باستخدام الطائرات المسيرة. وذكر مسؤولون أوكرانيون أن روسيا شنت موجة مكثفة من الضربات الجوية بالطائرات المسيرة والصواريخ على كييف ومدن أخرى. وأعلنت القوات الأوكرانية تدمير 35 طائرة من طراز شاهد الإيرانية صنع. وأشارت إلى أن روسيا نفذت 16 هجوما صاروخيا على مدن خاركييف وخيرسون وميوكاليف وأوديسا، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. هذا وقد ذكرت وزارة إعادة الإعمار الأوكرانية أن روسيا قد أنهت فعليا العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود من خلال رفضها تسجيل السفن القادمة. وأضافت الوزارة أن هذا النهج يتعارض مع بنود الاتفاق الحالي الذي ينتهي أجل العمل به في 18 من مايو الحالي، مشيرة إلى أن 90 سفينة تنتظر في المياه الإقليمية التركية حتى تنال الموافقة على التوجه إلى الموانئ الأوكرانية. اقترحت المفوضية الأوروبية على دول الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تهدف إلى منع الالتفاف على العقوبات المفروضة بالفعل عليها. وقالت المفوضية إن الهدف هو تفادي أن تجد البضائع المحظور تصديرها إلى روسيا طريقا لإمداد الصناعات العسكرية الروسية. ويستهدف الاقتراح للمرة الأولى 8 شركات في الصين وهونغ كونغ متهمة بإعادة تصدير معدات حساسة إلى روسيا. أعلنت روسيا أنها سوف تطور من منشآتها العسكرية في كيرغستان الواقعة في آسيا الوسطى. إعلان روسيا جاء بعد اجتماع في موسكو بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين والصدر جاباروف، وجاء في بيان مشترك أن الرئيسين شددا على أهمية تعزيز القوات المسلحة لقيرغستان وتطوير المنشآت العسكرية الروسية على أراضيها. وينضم إلينا من سان بيترسبرغ الدكتور سمير أيوب، الكاتب والباحث السياسي والخبير أيضا في الشؤون الروسية. مرحبا بك الدكتور. إذا ما هي الدوافع الحقيقية بالنسبة لموسكو لإنهاء الفعلي لتصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية، وما هي أيضا تبعات هذا؟ أهلا وسهلا، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام.
يعني قبل هذا الإعلان الأوكراني، روسيا أعلنت منذ أن وقعت أو منذ أن مددت على هذه الاتفاقية الأخيرة لتصدير الحبوب، هي كان من المفترض أن تمدد لثلاثة أشهر، لكن روسيا اختزلت إلى النصف هذه الفترة، لأنها تعتبر أن ليس كل بنود هذه الاتفاقية تطبق، ما يخص أوكرانيا يطبق بكل حذافيره، وأيضا أوكرانيا تستخدم هذه المبادرة أيضا لأغراض عسكرية، هذا ما تتهمه به روسيا. من جهة أخرى، ما يخص روسيا في هذه الاتفاقية حتى الآن لا تستفيد منه روسيا، ولا يتم تصدير السماد الروسي والأمونيوم الروسي أيضا إلى البلدان الأخرى التي هي بحاجة إليها، وروسيا أيضا تريد تصديرها. لذلك كان واضحا يعني منذ أن كان الوزير لافروف في نيويورك في جلسة مجلس الأمن التي عقدت برئاسته، وخاصة أن روسيا في هذا الشهر هي رئيسة المجلس، قال حرفيا أنه لا يمكن لروسيا أن تمدد هذه المبادرة ما لم تأخذ بعين الاعتبار كل المطالب الروسية. يعني روسيا صبرت كثيرا على هذه المبادرة، ومنذ أن بدأت حتى اليوم وتم تمديدها عدة مرات، وكل مرة يماطل الطرف الغربي والطرف الأوكراني والأطراف المؤثرة في هذه المبادرة ولا يأخذ بعين الاعتبار المطالب الروسية. الآن روسيا يبدو أن صبرها قد نفذ من هذه الاتفاقية، إما أن تطبق بكافة حذافيرها وكل بنودها ما يخص أوكرانيا وروسيا، أو أن روسيا من السهولة أن تنسحب منها، وخاصة أن منطقة البحر الأسود الآن يعني تشهد تصعيدا كبيرا عسكريا، وهناك محاولات أوكرانية مستمرة لضرب شبه جزيرة القرم بطائرات مسيرة وبصواريخ، وهذا يمكن أن تستغله أوكرانيا عبر المنافذ التي تمرر منها السفن. يعني أذكر في المرة الماضية قامت القوات الأوكرانية بهجوم على شبه جزيرة القرم من عبر يعني زورق بحري كان من المفترض أن يكون ناقلا للحبوب، وروسيا اتهمت أوكرانيا باستخدام هذه الممرات لهجمات عسكرية. إذن كل هذه الأحداث التي حصلت أرغم روسيا وأجبرتها على وقف هذه المبادرة، ولم يعد بعد الآن بإمكانها الموافقة عليها، وخاصة أن الطرف التركي أيضا كان قد صرح بأن المبادرة لا تنفذ بكل حذافيرها وأيد الموقف الروسي. لذلك أعتقد أن هذه المرة الأخيرة التي يمكن لروسيا أن توافق على هذه المبادرة، إلا إذا وافقت الأطراف الأخرى على مطالبها. نعم. طيب، بالنسبة لاجتماع اليوم بين الرئيس الروسي ورئيس قرغستان، أيضا كانت هناك بعض النتائج المترتبة على هذا الاجتماع، ومنها أيضا إنشاء قواعد عسكرية في قرغستان تابعة لروسيا. ما هي المخرجات التي توقفت أمامها من مخرجات هذا الاجتماع أو نتائج هذا الاجتماع؟ يعني يبدو في هذه الأيام بعد سياسة الغرب التي كان من أهدافها عزل روسيا، تقوم روسيا بإعادة إحياء علاقاتها بشكل جيد مع مختلف دول العالم، ومن بينها جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة. يعني جمهوريات آسيا الوسطى تلعب دورا مهما في حفظ الأمن القومي الروسي، وفي الحفظ أو في الحفاظ أيضا على المصالح الروسية في هذه الدول. لذلك روسيا لديها علاقات ممتازة مع مختلف هذه الدول، وتحاول قدر الإمكان توطيد هذه العلاقات في مختلف المجالات. يعني ليست فقط العلاقات السياسية هي يعني ممتازة، وخاصة أن معظم دول آسيا الوسطى غدا سوف يشاركون في احتفالات عيد النصر في موسكو. أيضا روسيا تساعد هذه الدول في مختلف المجالات، ومنها الأمنية والعسكرية. لذلك يعني ليس من الغريب على هذه الجمهوريات أن توافق على إقامة قواعد عسكرية روسية، وخاصة أن هناك خطر كبير يمكن أن يأتي من هذه الجمهوريات باتجاه روسيا. هذا الخطر هو نوعين: أولا خطر إرهابي يمكن أن يكون عبر مجموعات إرهابية إما من أفغانستان أو من أي دول أخرى، ونحن نعلم أن هذه يعني بلدان آسيا الوسطى هي خصبة تربة خصبة من أجل يعني إحياء المجموعات المتطرفة الإرهابية. ثانيا، منذ يعني فترة ليست ببعيدة، منذ شهر تقريبا، كان وفد أمريكي رفيع المستوى جال في دول آسيا الوسطى وحاول تحريضها على تخفيف علاقاتها مع روسيا ومنع يعني
الالتفاف على العقوبات التي فرضت عليها وإجبار هذه الدول على الالتزام بالعقوبات المفروضة على روسيا. نعم. لكن يبدو أن هذه الدول يعني رفضت هذه المقترحات الأمريكية وتعلم أن مصالحها إن كانت الأمنية والقومية والتجارية هي مع موسكو مع روسيا أقرب بكثير مما هي مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم أشكرك إذن، شكرا جزيلا، كنت معي من سان بيترسبرغ الدكتور سمير أيوب الكاتب والباحث السياسي وأيضا الخبير في الشأن الروسي. نشرتنا مستمرة معكم ونتابع فيها بعد الفاصل. الاتحاد الأوروبي يكشف عن إجراء محادثات سلام بين أرمينيا وأذربيجان في بروكسل الأحد المقبل. قال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي إن سوريا جزء لا يتجزأ تاريخيا من منظومة الأمن القومي العربي، مشددا على أن حل الأزمة في سوريا لابد أن يتبع المسار السياسي. في تصريح للقاهرة الإخبارية أكد رشدي أن قرار وزراء الخارجية بشأن سوريا تضمن التزامات سياسية وإنسانية والتزامات خاصة بدول الجوار. هناك التزامات تتعلق بتبعات الأزمة في سوريا زي اللاجئين، زي قضايا تهم دول الجوار والدول العربية في مجموعها، اللاجئين، الإرهاب، تهريب المخدرات إلى آخره، وهي تبعات خطيرة وتحتاج إلى انصراف من الجانب السوري من الحكومة السورية لمعالجتها. وهناك مجموعة أخرى من الالتزامات تتعلق بمعالجة جذور الأزمة السورية. هذه الأزمة استمرت 12 عاما كاملة، أزمة كبيرة لها جذور يعني نفهمها جيدا وتحتاج إلى معالجة لأسبابها ولأسباب استمرارها على هذا النحو، وهي في الأساس أسباب سياسية. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لن تطبع العلاقات مع سوريا، وأشار البيت الأبيض إلى أن العقوبات الأمريكية على دمشق سوف تظل سارية بالكامل. يذكر أن الجامعة العربية قد أعادت عضوية سوريا في الجامعة بعد تعليقها لأكثر من 10 سنوات. كشف الاتحاد الأوروبي عن إجراء محادثات سلام بين أرمينيا وأذربيجان في بروكسل الأحد المقبل، وذكرت وسائل إعلامية أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل سيستضيف الرئيس الأذري إلهام عليييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان. ويرجح خبراء بأن الجانبين قد يوقعان اتفاق سلام بعد عقود من الصراع العنيف. دعا رئيس أوزبكستان إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 9 من شهر يوليو ليمنح نفسه تفويضا جديدا لمساعدته في التعامل مع أوضاع صعبة ومعقدة للغاية في العالم. وكان الناخبون في أوزبكستان قد وافقوا على حزمة من التعديلات الدستورية في استفاء جرى في 30 من أبريل سمحت له بالترشح لولايتين إضافيتين مدة كل منهما 7 سنوات. لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء الحرائق التي دمرت مساحات شاسعة في منطقة جبال الأورال الروسية. وأطلقت السلطات الروسية عمليات إجلاء واسعة للسكان من المنطقة المحيطة بالحرائق. يذكر أن حرائق الغابات تنتشر في أواخر الربيع وفي الصيف في غابات روسيا.
اقتصاديا، أظهر مسح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن البنوك الأمريكية قد شددت من معايير الائتمان خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي، كما شهدت البنوك ضعفا في الطلب على قروض من الشركات والمستهلكين أيضا. يعد ذلك هو أحدث مؤشر على أن رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بدأ يؤثر على قطاع التمويل. استبعد رئيس بنك ستاندرد تشارترد بيل وينتر تعرض اقتصاد الولايات المتحدة لركود عميق، لافتا إلى أن الاقتصاد الأمريكي ربما يشهد انكماشا لبعض الوقت. وأضاف وينتر أنه ليس قلقا بشأن المشكلات في القطاع المصرفي بالولايات المتحدة أو سويسرا أو امتداد الأزمة إلى النشاط الاقتصادي العالمي. قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، قال إن بلاده يمكنها تلبية 30% فقط من احتياجاتها من الهيدروجين الأخضر، وشدد على ضرورة إيجاد أكبر عدد ممكن من الشركاء لتوفير احتياجات برلين من الهيدروجين الأخضر وتجنب الاعتماد على دولة واحدة. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% عند التسوية مع تلاشي مخاوف الركود في الولايات المتحدة، فيما رأى بعض المتعاملين أن انخفاض النفط الخام لثلاثة أسابيع بسبب مخاوف الطلب كان مبالغا فيه. وتلقت أسعار النفط الدعم من تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أبريل وضعف الدولار وتوقعات بخفض الإمدادات في الاجتماع المقبل لأوبك بلس في شهر يونيو. أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع بقيادة أسهم قطاعي الرعاية الصحية والبنوك، ويأتي ذلك في ظل ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية التي سوف تصدر هذا الأسبوع بحثا عن دلائل جديدة على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4%، وارتفعت أيضا أسهم قطاعي البنوك والرعاية الصحية نحو 0.8%. في أخبار الرياضة، يستضيف ريال مدريد فريق مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويسعى الفريقان إلى تسجيل نتيجة إيجابية قبل موقعة الإياب الأسبوع المقبل. سعيا لوضع قدم في المشهد الختامي لدوري أبطال أوروبا، يلاقي ريال مدريد ضيفه مانشستر سيتي في ذهاب نصف النهائي. يخوض البلانكو الموقعة بقائمة شبه مكتملة باستثناء متوسط ميدانه داني سيبايوس الذي يعاني أحمالا زائدة على العضلات تكبره على الغياب مدة قد تصل إلى 10 أيام. وعقب التتويج بكأس ملك إسبانيا، يأمل الميرينجي حصد لقب دوري الأبطال لتعويض الإخفاق في الدوري بعدما فقد الأمل في المنافسة على اللقب بتراجعه إلى المركز الثالث تاركاً الصدارة لغريمه التاريخي برشلونة. على الجانب الآخر، ينتقل مانشستر سيتي إلى ملعب سانتياغو برنابيو سعياً للخروج بنتيجة إيجابية تسهل من مهمته في الجولة الثانية. وشهد معسكر المدرب بيب غوارديولا لطمة بتأكيد غياب المدافع ناثان آكي الذي تعرض لإصابة خلال مواجهة ليدز يونايتد الأخيرة في البريمير ليج. ويعول السيتي على هدافه إيرلينغ هالاند الذي نجح بموسمه الأول مع سيتيزنز في تسجيل 51 هدفا في مختلف المسابقات. ومن المقرر أن يستضيف ملعب الاتحاد موقعة الإياب في 17 من الشهر الجاري.
من جانبه قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قال إن الفريق لا يفكر في مواجهة إيرلينغ هالاند فقط، بل يركز على مواجهة فريق مانشستر سيتي بأكمله. والتقى الفريقان في 8 مباريات من قبل في دوري الأبطال، فاز كل منهما في 3 مباريات وتعادل في مواجهتين. من الواضح أن هالاند لاعب خطير للغاية، لقد أثبت أنه يتمتع بأعلى مستويات الجودة لا سيما في تسجيل الأهداف. الحديث فقط عن هالاند يعني عدم الحديث عن فريق متكامل يلعب كرة قدم جيدة جدا ويدافع بطريقة جيدة. نحن لا نخطط لمباراة يمكننا فيها إيقاف هالاند، ولكن مباراة لإيقاف فريق يبدو أنه من الصعب إيقافه. عمق فولهام جراح ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي وأمطر شباكه ب5 أهداف ل3 في الجولة 35. أصحاب الضيافة أكرموا وفادة ضيفهم ب3 أهداف متتالية في الشوط الأول. حمل التوقيع ويليان وتوم كيرني بواقع 2 لكل منهما، وأضاف فينيسيوس هدفا آخر. أما أهداف الضيوف فسجلهم هارفي بارنس بواقع 2 ووقع جيمس ماديسون على هدف. كما استعاد إيفرتون ذاكرة الانتصارات في البريمير ليج بفوزه العريض خارج قواعده على بريتون ب5 أهداف لهدف. ويدين إيفرتون لاعب وسطه المالي عبد الله دوكوري الذي سجل أول 2، ثم جاء الثالث عن طريق جيسون ستيل بالخطأ في مرمى، بعدها جاء 2 الرابع و5 بتوقيع دوايت ماكنيل. أما هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض فكان من نصيب أليكسيس ليستر. وبأخبار الرياضة تنتهي هذه النشرة قدمناها لحضراتكم من القاهرة الإخبارية، والآن لا يتبقى سوى تذكير بأهم العناوين. في لقاء خاص مع القاهرة الإخبارية، البرهان يرحب بأي مبادرة تعيد اللحمة الوطنية للشعب السوداني. وفي أحدث بياناته، الجيش السوداني يؤكد استقرار موقف العملياتي في البلاد عدا بعض أجزاء العاصمة السودانية الخرطوم. مجموعة فاغنر تعلن وصول إمدادات الذخيرة من روسيا وتشير إلى احتدام المعارك في باخموت. مشاهدينا، ندعوكم لمتابعة المزيد على موقعنا القاهرة نيوز.نت، كما أيضا يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر إنستغرام يوتيوب، ويمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. بإمكانكم أيضا مشاهدينا الكرام تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على شاشة أمام حضراتكم. دوما نشكر لكم حسن المتابعة. في أمان الله، هنا القاهرة عاصمة الخبر.